الرحمن الرحيم. احنا جد متاسفين على هذا الحدث اللي وقع وكنتمنوا ما يتكررش، وعزائنا لهم كاملين ومنضمين معهم، والله يشافي كل واحد واللي مات الله يرحمه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ان لله وانا اليه راجعون. اللهم نسال الرحمه والمغفره للضحايا ونسال الصبر والسلوان لذويهم. بالنسبه للحادثه فحال هذه كتسمى فهمتي يسمى عندهم يقول الصبر وصافي، ان لله وانا اليه راجعون. كتبقى اللي وقع تما شي حاجه غايبه، يعني ما تعلمش عليها ولا ماين المشكل ولا ربما المراقبه ولا شي حاجه بحال هذا كتتعلق بالمراقبه، ما كانش شي واحد الاحتياطات اللي واجبه اللي يعني رسميه اللي كتكون كما دائما، ربما المراقبه الميكانيكيه ولا المراقبه ما نقدرش نقول لك شي حاجه بحال المسائل التقنيه بحال هذه. لك في الحادثه ديالي عزوا عليا بزاف مساكن، اي والله الله يرحم المساكن واللي في السبيطار الله يشافيهم. هادشي ما الارض ديالي ما نقول انايا، والله ياخذ الحق اللي عملهم هذاك الشيء هذاك زي ما نقولوا، الله يشوف من حالهم. خصهم يراقبوا الترين ويراقبوا الطريق ويراقبوا كل شيء، اي والله احنا ما علينا والو، امنيتي الحبيبه الله يسهل عليهم. الحكومه تدرس هذه المشاكل، هذه المشاكل شنو الاسباب ديالها، هذه المشاكل هذا المشكل ديال هذا القطار، المشاكل ديال الحوادث السير، يجيبوا علماء اجتماعيين، علماء النفس، علماء خبراء وهذا الشيء، ويجلسوا على الطبله. لحقاش حنايا بشر بحالنا بحال الامريكيين بحال الفرنسيين، هذوك الناس واصلين كل شيء وعندهم مشاكل، ماشي ما عندهمش مشاكل، ولكن حنا هذا مشاكل هذه زعما ضروري عندها اسباب. هذا الشيء هذه المسائل عاديه بحال مثلا حادث لا مبالاه في هذه المساله ديال هذا القطار، لا مبالاه في مسائل الشان العام في بزاف الامور كيكون عندها اسباب، كيخصهم يجلسوا على الطبله ويتحاوروا ويشوفوا المشاكل شنو هي باش يلقاو حلول. نحملوا جميع المسؤوليه اللي تسبب في هذا الحادث هذا، كنحملوا جميع المسؤوليه، ومن الاحسن الا كان ماشي قايم المهمه ديالو يقدم استقالته ويمشي في حاله علينا. حنا باغيين الشباب يطلعوا، وباغيين الشباب هما اللي يكونوا في الحكومه الجديده، وباغيين يكونوا الشباب في البرلمان وفي المستوى، ماشي اي برلماني واي واحد جا يحكم في البرلمان ولا يعطي الراي ديالو في البرلمان هو ناعس في البرلمان وما عنده حتى شي مستوى. على الاقل على الاقل يديروا النيفو ديال البرلمان، ما يكون برلماني الا يكون عنده البكالوريا، على الاقل يكون عنده البكالوريا، ورئيس الجماعه على الاقل يكون مهندس او لا في القانون او لا شي حاجه. اما باش يجي امي يحكم في المجلس البلدي او لا يحكم في الامه كامله وينوب عليها، وهذا الشيء كنعرفوه وكنلبسوه، ولكن متاسفين مع لا قدره الا قدره الله سبحانه وتعالى. مسؤولين بزاف د الحوايج، ما بنادم ما كي شا نقول لك، ما نقدرش نعبر لك على هذا الشيء. هذا بنادم ما كيعتبر شي راسو شي حاجه هي هذيك، خصهم يمشيو بشي حاجه يكون مستعدين فيها. شنو تبغي تقولي لهاد المسؤولين اللي ما تيديروش؟ المسؤولين بغيت نقول لهم خصهم يكونوا قويين، وخصهم يكونوا دائما ملاخرين على المجتمع، وخصهم يكونوا دائما ما يخليوش بنادم يضيع الحياه ديالو تمشي هايدك، فهمتي؟